هل يجوز للرجل أن يحج أو يعتمر عن أخيه بعد وفاته عن أخيه ولم يوصه بذلك؟ لا حرج على الإنسان أن يحج ويعتمر عن أخيه بعد وفاته وإن لم يوصه بذلك، لأن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، فقال أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، ولم يقل له هل أوصاك بذلك أو أذن لك بهذا، ولو كان هذا شرطا لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، بارك الله فيكم.